مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة اكادير. وفي عرضنا لحصيلة كوفيد لمساء اليوم تم تسجيل 64 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد هنا بجهة سوس مساء، من بينها 27 اصابة سجلت على مستوى عملة انزكان ايت ملول، فيما سجلت 13 إصابة على مستوى عملة أكادير دو تنان، و 11 إصابة سجلت على مستوى عملة شتوكا إتباها، و 3 إصابات على مستوى عملة تيزنيت. مع الأسف الشديد إذا رجعنا لهذه الإحصائيات وهذه الحصيلة كنوجدوا بأن الفيروس لا زال يضرب بقوة هنا بجهة سوس مساء مع الأسف الشديد، وكنتمنى من الله تعالى أنه يرفع لنا هذا الوباء عما قريب، لأن إذا بقينا في هذا المنحفة صراحة الأمور لا تبشر بالخير بتاتا. وكنتمنى يعني من كل المواطنين والمواطنات باش انهم يلتزموا اشد الالتزام، لاننا واحد المنحنى تصاعدي في واحد المنعطف خطير جدا، فكيف يعقل باش اننا نسجلوا عدد كبير ديال الاصابات في ظرف وجيز؟ ف 64 اصابه اخواني الكرام لا يمكن ان نستهين بها، فممكن اخي او اختي انك تصاب بهذا الفيروس في اي لحظه الا ما درتيش يعني الالتزام ديالك، الا ما درتيش تعليمات ديال وزارة الصحة ووزارة الداخلية. فكنتمنى من الله تعالى أنه يرفع لنا هذا الوباء عما قريب إن شاء الله ونتجاوزوا المحنة بأقل الأضرار. فالحصيلة غادي نذكر بها إخواني الكرام اللي هي 64 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، تسجلت منها 27 إصابة على مستوى يعني عملة إنزكان ايت ملول. إذ كان وجدوا أن عملة إنزكان ايت ملول وعملة أكادير دو تنان يعني كيتربعوا على عرش أكبر المناطق وباء وأكبر المناطق اللي منتشر فيها الوباء بواحد سرعة مهولة صراحة. ف 27 إصابة بعملة إنزكان ايت ملول هو رقم صراحة صعيب جدا، وكنتمنى من الله تعالى أنه يرفع لنا يعني هذا الوباء ان شاء الله نتجاوزوا المحنه باقل الاضرار واقل الخسائر اخواني الكرام. فهذه هي الحصيله وهذه هي الارقام اللي كتسجل على مستوى هذه الجهه، فكنتمنى من الله تعالى انه يلطف بنا ويلطف بالعباد ديالو يا رب في اقرب وقت اخواني. صراحه الامور لا تبشر بالخير، وعلى كل واحد انه يدير الاحتياط ديالو، فالاحتياط هو واجب. وكنتمنى من الله بطبيعه الحال انه يرفع لنا هذا الوباء ان شاء الله، ونتهناو كما كنقول دائما من هذه الازمه، خاصه وان مجموعه من الاسر صراحه تضررت ومجموعه من الناس اللي تضرروا من الجائحه ديال كورونا.